طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: سجين في صنعاء يحول زنزانته إلى عيادة لمعالجة السجناء. ومن الأيام: لم يمضي على افتتاحها أسبوع، المحطة الكهربائية بلحج مهددة بالتوقف. ومن أخبار اليوم: مئات المرضى في عدن مهددون بالوفاة. ومن القدس العربي: كوريا الشمالية تهدد بإغراق اليابان وتحويل أمريكا إلى رماد وظلام. أهلا بكم. نقابة الصحفيين تطالب بمزيد من الضغوط على الميليشيا للإفراج عن الصحفيين، لكن هذه المطالبات لا تبدو مجدية. وفقا لموقع الاشتراك نت، فقد طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الصالح والحوثي لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا. وقال عضو نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي في كلمة ألقاها في الدورة التي نظمها التحالف اليمني رصد على هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن النقابة رصدت 130 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري، واستهدفت 195 صحفيا ومؤسسة إعلامية وقتل واعتداءات وتهديد ومصادرة، بالإضافة إلى إيقاف عن العمل وتعذيب وشروع بالقتل وتهكير مواقع أخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم. وذكر الأسيدي أن النقابة رصدت 20 حالة اعتداء بنسبة 16% من إجمالي الانتهاكات التي طالت صحفيين ومنازلهم ومقارا إعلامية وممتلكات صحفيين. في بادرة تعد الأغرب من نوعها، أقدم أحد السجناء في السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء بإنشاء مستشفى داخل السجن، وقام بتحويل غرفة لتلقي الإسعافات الأولية إلى مستوصف، ومن ثم إلى مشفى ذات أقسام عدة في السجن المركزي. وأوضح أحد المسؤولين في السجن المركزي في تصريح اليمن مونيتور: فضل عدم الكشف عن هويته أن السجين يمتلك مشفى في صنعاء قبل أن يوضع في السجن احتياطيا على ذمة النيابة غرب الأمانة منذ يناير 2014. ويضيف المسؤول إن السجين بادر بإنشاء المستشفى والتخطيط له داخل السجن المركزي بموافقة المسؤولين على السجن. وتابع المصدر المسؤول ليمن مونيتور: تم افتتاح العديد من الأقسام داخل السجن المركزي كصورة مصغرة للمستشفى حقوقي متكامل، وينقصه بعض الإمكانيات، حيث تم افتتاح قسم العناية المركزة وقسم الطوارئ وقسم العمليات الجراحية رغم نقص الأدوية وبعض المستلزمات الخاصة بمستشفى السجن المركزي. السياسي المعروف وسفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان يتحدث في مقال ينشره موقع بلقيس عن الصورة التي يختفي خلفها الفساد والفاسدين، ويضيف نعمان: الفساد يلجأ إلى الغاغة لتغطية جرائمه، يفسد الحياة ويلونها بلون مختلف. من قبل كانت أداته الإشاعة، ولذلك فقد سيطر على معظم أدوات الإشاعة من أجهزة استخباراتية ومنتديات ومجال ساقات ومجال تفرطة، بما في ذلك وسائل المواصلات العامة والخاصة سخرها لذلك. قبلها كان عكفي الإمام يطوف القرى حافي القدمين وهو في حالة من البؤس المريع، يحكي للناس عن كرامات الإمام ومعجزاته الخارقة وعن النعيم والعدل الذي يعيشه الرعية في ظله. وكان الناس الوسطاء وهم يستمعون إلى العكفي يتماهون مع حديثه عن كرامات وعدل ونعيم الإمام وينسون واقعهم البائس، وذلك فيما يشبه التوق إلى حلم يتمنون تحقيقه. وفي زمن الإعلام والتواصل الاجتماعي والإلكترونيات كان الفساد سباقاً للسيطرة على هذه الوسائل بإمكانات ضخمة وأموال تنفق بلا حدود ليحمي سدنته وصقوره ولينشر ثقافته في مجتمع لم يدمره غير الفساد، وأصبحت فيه الغاغة وسيلة لقمع الحقيقة. يخيل لعكفة الفساد الجدد أن الحقيقة تموت بالغاغة. الصحيح هو أن الحقيقة قد تقمع ولكنها لا تموت،
تبعث من بين الرماد ولو بعد حين. اعتقد قتلة رسام الكاريكاتير الفلسطيني الأشهر ناجي العلي أنه بعد أن دفن دفنت معه الحقيقة. نعم دفن ناجي العلي، لكن حقيقة قتله ظلت تحوم تبحث عن الفعلة حتى فرضت نفسها في الدعوة إلى تحقيق عادل، وقس عليها الكثير مما يمارسه لصوص الحقيقة. في عنوان بارز ورد في صحيفة الأيام نطالع: لم يمضي على افتتاح أسبوع المحطة الكهربائية بلحج مهددة بالتوقف. وكشفت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بلحج أن المحطة الكهربائية الإماراتية والتي افتتحها رئيس الوزراء ومدير الهلال الأحمر الإماراتي قبل أقل من أسبوع مهددة بالتوقف. السبب طبقا للصحيفة يعود إلى عدم قيام إدارة المؤسسة بتوفير فلترات وزيوت خاصة للمولدات وفق برنامج الصيانة المعد ذلك بحجة عدم توفر السيولة المالية الكافية لتوفيرها. وأشارت المصادر إلى أن أحد المولدات العاملة قد تتوقف فعلا، ما قد يؤدي إلى توقف كامل لمولدات المحطة الإماراتية عن العمل تدريجيا وانقطاع الكهرباء عن مدينة الحوطة وضواحيها. لذلك علمت الأيام أن نائب وزير الكهرباء وجه الجهات المختصة بتوفير الزيوت والفلترات لمحطة عباس وبير ناصر بكهرباء لحج لمدة شهرين حتى يتحسن الوضع المالي للمؤسسة. من موقع المشاهد نت نطالع خبر تشكيل لجنة عسكرية لمواجهة القاعدة في حضرموت، حيث أعلنت الحكومة تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في إقليم حضرموت لمواجهة مخاطر تنظيم القاعدة والخلايا الإرهابية في القرى والمديريات التي تنشط فيها واتخاذ خطوات عملية ضدها. وتضم اللجنة محافظي حضرموت وشبوة وقادر المنطقة العسكرية الأولى ونائبي رئيس هيئة الأركان والداخلية. ويتابع الموقع أن التحالف العربي تمكن من أجل دعم الشرعية اليمنية في إبريل 2016 من طرد تنظيم القاعدة في عملية عسكرية نوعية من محافظة حضرموت وتحريرها عقب عام من سيطرته عليها، لكن بعض البؤر الإرهابية من عناصر التنظيم تنشط حاليا في أماكن محددة وتسعى الحكومة للقضاء عليها. أراد الدكتاتور العربي أن يقضي على النظام الجمهوري المعلن والتف حوله حين أراد أن يورث نجله، وكان الأبناء في أكثر من قطر عربي يتهيئون للقفز إلى حكم شعوب عدوها جزءا من ممتلكات. اختلط الأمر في هذه المعادلة لينتج نظاما لا هو جمهوري ولا هو ملكي، خلاصته الجملكة كما يقول عنها الرواية العربي المعروف واسيني الأعرج في مقال نشرته القدس العربي، ونتابع نشر أجزاء منه لليوم التالي. لا يوجد نظام عربي واحد تم فيه الانتقال بشكل ديمقراطي سلس يحترم اشتراطات النظام الجمهوري قبل بدء فعل التوريث الذي تحول إلى شكل من أشكال دوران السلطة داخل البيت الواحد أو العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة، وكأن البلاد لم تنجب إلا عائلة تفردت بالإمكانات العقلية والمادية والمالية والتسييرية كلها. وفجأة فتح المجتمع أعينه على نظام تشكل فيه العائلة بمعناها الأكثر ضيقاً، العصب الأساسي في نظام الحكم، وبدأ نظام جديد يلوح في الأفق هو اختزال عظيم لكل قيم الانتهازية والتخلف والقبلية والجهوية البائسة في صورها الأكثر تهالكاً، نظام الجملكية الذي انتمى له الكثير من المثقفين الانتهازيين الذين وجدوا فيه وسيلة لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية والتفكك الداخلي. نظام لم يسبق أن رأيناه في التاريخ البشري الذي تحدد فيه الخيارات بقوة الثورات طبيعة النظم الملكية والجمهورية. الجملكية استفادت بانتهازية نادرة من منافع النظام الملكي الأكثر تجبراً ومنافع النظام الجمهوري الأكثر سواداً من حرية النهب وديمقراطية التقتيل ومواطنة المصالح الفردية الضيقة والفساد، ودفع بجزء كبير من أفراد المجتمع إلى الحفر والسجون والظلم. وبدت الجملكية كأنها النظام الأوحد القادر على جمع الممارسات الانكشارية الجديدة التي كونتها الأنظمة العربية المسماة جمهورية وخلق نوع من التحالف المصلحي الضيق والنفعي. الثورة في البلاد العربية هزت نظام الجملكية في أسسه العميقة وأنهت هذا النظام المتخلف وأعادت إلى الواجهة نقاش الجمهورية في صفائها الأول. بغض النظر عن البدائل التي جيء بها لاحقاً،
فقد كسر نهائيا يقين النظام التوريثي الذي شكل البنية التحتية المتينة للنظام الجملكي وقبل قيام الجملكيات العربية المتحدة. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين أبرزها من عدن: موظفو شركة بترو مسيلة الموقوفون قصرا يطالبون بإعادتهم إلى العمل، وعنوان: الرئيس يتهم الحوثيين وصالح بمصادرة المساعدات الإغاثية وبيعها لحساباتهم، وبندغر يقول: الصراع اليوم بين الجمهورية والإمامية، وسبتمبر جوهر الخلاف. وبالعودة إلى عدن: انعدام المحاليل يهدد حياة مئات المرضى في مركز الغسيل الكلوي في مستشفى عبود في عدن. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. وأهلا بكم من جديد. وحول وباء الكوليرا والذي واصل تفشيه في اليمن، عنونت صحيفة العرب الجديد: الصليب الأحمر أكثر من 850 ألف يمني مهددون بالكوليرا نهاية 2017. اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت في جنيف من أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن يمكن أن يصيب نحو 850 ألف شخص بحلول نهاية 2017. وقال روبير مارديني المكلف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية إن الوباء بلغ مستويات ضخمة. وقال مارديني: في يوليو قلنا إننا نتوقع 600 ألف حالة مع نهاية العام، ولدينا حاليا 647 ألف حالة اشتباه إصابة بالوباء، ولا نتوقع أسوأ السيناريوهات أي 850 ألف حالة بحلول نهاية العام. وأضاف مارديني في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف: هذه أسوأ أزمة صحية بالنسبة إلى مرض يمكن تفاديه في التاريخ الحديث. وإلى صحيفة الخليج، والتي نقلت عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر قوله إن انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية تسبب بكارثة حقيقية في اليمن على كل الصعد، وأكد الحاجة الملحة لموقف دولي ضاغط وموحد من أجل القضاء على الانقلاب. كشف عسكر في كلمة اليمن التي قالها أو ألقاها في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن إقدام الميليشيات الانقلابية على تجنيد 20,000 طفل وزراعة ما يزيد على 200,000 لغم أرضي. ومن الأخبار الواردة في شبكة البي بي سي: اختفاء أطفال يهود اليمن في إسرائيل لغز متجدد. وقالت البي بي سي: تتزامن الذكرى 69 للقيام الدولة إسرائيل مع فتح ملف مئات الأطفال اليهود من أصل يمني الذين اختفوا في ظروف غامضة. وتضيف الشبكة: طلب أهالي الأطفال الحكومات المتعاقبة بالكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، ورغم تشكيل العديد من لجان التحقيق فإن الكثير من الأسئلة حول مصير الأطفال لا زال بانتظار إجابات. ما حدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين وزير مهمته تنحصر فقط في التحقيق في ملابسات اختطاف الأطفال. ويقول الأهالي إن أطفالهم منحوا للتبني في إسرائيل والولايات المتحدة دون موافقتهم. ترامب وعودة الدول المارقة ومحاور الشر. تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا في جزء من المقال: على مدى 16 عاما التي أعقبت 11 من سبتمبر، أشعلت أمريكا حروبا كبرى كان أبرزها غزو أفغانستان وغزو العراق، ومجموعة كبيرة من الحروب اللاتناسقية الصغرى ضد جماعات وتنظيمات جهادية متطرفة حملت فكرة تنظيم القاعدة أو أفكار أكثر تشددا انتشرت في أفغانستان وفي العراق بعد الغزو. كما شهدت المنطقة حروبا على النسق نفسه قامت بها إسرائيل ضد حركات ترفع شعار المقاومة، حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان. وفي هذا الجو العام من التوجس والريبة من خطر الإرهاب الذي ساد العالم، كان لأمريكا موقف آخر من بعض الدول التي لم تستجب لندائها المبكر بإعلان الحرب على الإرهاب
والخضوع للضوابط والقيود التي وضعتها لتلك الحرب، فأطلقت عليها لقب الدول المارقة، وكان من أبرز تلك الدول كوريا الشمالية وإيران، وكانت أيضاً كل من سوريا وليبيا ضمن تلك الدول قبل سقوطها في مستنقع الفوضى، ولأن تلك الدول كانت ترتبط بعلاقات بينية جيدة اعتبرتها أمريكا محوراً للشر. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط تطورات ومتغيرات وتصدعات عديدة، كان أبرزها الثورات الشعبية في إطار الربيع العربي، والتي تحولت في بعض بلدانها إلى حالة من الفوضى والاقتتال الأهلي برعاية خارجية، وفي بعضها الآخر إلى السقوط في يد قوى الثورات المضادة. واعتبرت إدارة أوباما أن ذلك كله ما هو إلا حالة من حالات الفوضى الخلاقة التي ستتمخض عن نظم سياسية طيعة خالية من الأيديولوجيا، سياسية كانت أو دينية. كوريا الشمالية تهدد بإغراق اليابان وتحويل أمريكا إلى رماد وظلام، كما تعنون صحيفة القدس العربي، والتي قالت إن وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية هددت باستخدام الأسلحة النووية لإغراق اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى رماد وظلام لدعمها قرارا وعقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ حسب أحداث تجاربها أو بسبب أحداث تجاربها النووية. ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها إلى تفكيك ودعاياتها إلى تفكيك مجلس الأمن الذي وصفته بأنه أداة للشر تتكون من دول مرتشية تتصرف بأوامر الولايات المتحدة. وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بالقنبلة النووية، لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا. وقال البيان: فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام، فلننفس عن غضبنا بحشد ما تم إعداده حتى الآن من كل وسائل الانتقام. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي اعتيادي: هذا الإعلان استفزازي وشائن إلى أقصى حد، إنه يزيد التوتر في المنطقة وغير مقبول بالمرة. صحيفة البيان أوردت بأن إعصار هارفي جلب مخلوقا مرعبا حير العالم، وقالت في التفاصيل: جرفت الأمواج التي تسببت بها إعصار أو الذي تسبب بها إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية مخلوقا بحريا ضخما غريبا من نوعه إلى شواطئ ولاية تكساس الأمريكية. ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن علماء أمريكيين قولهم إنهم عثروا على الحيوان نافقا على شاطئ في مدينة تكساس بعد انحسار الإعصار نهاية أغسطس الماضي. الناشطة بيرتي ديساي خرجت مع آخرين إلى شاطئ تكساس لتقييم الأضرار التي خلفها الإعصار، وهناك لاحظت وجود مخلوق غريب فسارعت إلى الاقتراب منه وتبيان حقيقته. وذكرت ديساي أنها اعتقدت للوهلة الأولى أنه حيوان قادم من أعماق المحيط وينتمي إلى فصيلة مصاصات الحجر، لكنها استبعدت ذلك لاحقا بسبب طبيعة فمه المختلفة. ولجأت أخيرا إلى تويتر من أجل أن يساعدها العلماء والمهتمون في تحديد نوع الحيوان البحري، وكانت التخمينات الأولى أنه نوع نادر من ثعبان البحر. ثأر جغرافي، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في جزء من المقال الذي يركز على حركة الطبيعة وردة فعلها نحو ما تتعرض له من قبل البشر. لم يكن كتاب روبرت كابلان بعنوان انتقام الجغرافيا هو الوحيد الذي أنذر البشرية من كوارث قد لا تقوى على احتمالها، ورغم الأسماء الرقيقة وأحيانا الأنثوية التي حملتها الأعاصير المدمرة، إلا أن الطبيعة لا تكترث بما يقال عنها، ولها نواميسها وفيزياؤها الصارمة. وما بدأ قبل زمن طويل من تحذيرات حول ما يترتب على ثقب الأوزون أصبح الآن واقعا، كما أن الرصد الجوي لاندلاع الأعاصير لم يعد كافيا لتدارك الكوارث. وفي إعصار إيرما الذي يعصف الآن بولاية فلوريدا لم يؤدي تهجير 6 ملايين إنسان إلى حسم الأمر، فهل للجغرافيا نوبات غضب عنيفة كما للتاريخ لحظات جنونه؟ أم إن ما ألحقه الإنسان بالرحم الذي ولد منه هو السبب، حيث تراكم الغضب حتى الانفجار؟
وما يقوله العلماء عن المستقبل يصيبنا بالهلع والقشعريرة. ما دام هذا الكوكب قد أصبح على حافة الهاوية فهو مهدد نوويا وجغرافيا ومناخيا، والطبيعة تعبر عن انتقامها لأن انتهاكاتها تجاوزت كل الحدود، والسيل تجاوز زبا ولم يبلغها فقط كما يقول العرب في الأمثال. لقد حملت أسلحة مدمرة وطائرات مقاتلة وقاذفة أسماء قريبة من الشعر كالميراج والشبح، وسبق للأمريكيين وبالتحديد البيض منهم أن سرقوا أساطير الهنود الحمر وأطلقوها على أسلحة وسيارات كأسطورة طائرة الرعد الشهيرة، والتي تقول إن هذا الطائر سوف يظهر في الأفق مبشرا الهنود الحمر بالخلاص. هكذا إذن انتقمت القوانين ممن يجهلونها، وانتقم التاريخ ممن لم يقرؤوه وكرروا أخطاءه، وأخيرا ها هي الجغرافيا تثأر لنفسها بعد أن ألقى الناس نفاياتهم في الماء الذي يشربون منه. أما القادم الذي لم يعد مجهولا بفضل العلماء فهو أعظم. وإلى صحيفة الديلي تلغراف والتي عودتنا نشر صور مبهرة، جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون مجموعة من الصور من هذه الصحيفة، نتابع الصور. في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.